هلا احنا بدنا نبلش بالتكامل، والحصة الأولى إلنا اسمها مبادئ وقواعد التكامل. كل قواعد التكامل على الإطلاق كلهم أوف على رأي الآنسة الترتيل، هذا معنا اليوم احنا 15 بورد. لا 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 لا، اليوم رايحين نستوعب تماما 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 مبدأ التكامل كيف انبنى، وشو علاقته وقصته بالتفاضل هاي للأخ من العالم، وتفهموا ليش قلت اليوم بدنا نأخذ كل قواعد التكامل. ليش التفاضل؟ إذا رجعنا للتاريخ في علوم الرياضيات، أول من وضع أسسه ومبادئه وتعريفه كان عالم عربي اسمه البتاني، وبعديه بسنين، مش 15 سنين، سنين، أجا نيوتن درس هذا العلم تبع التفاضل وطلع القوانين 25 اللي أخذناهم. فقوانين التفاضل، القوانين نتيجة هي من إنتاج نيوتن، وبعدين استفاد منها نيوتن في مسائل الحركة والحركة في خط مستقيم motion in one dimension في اتجاه واحد، المقذوفات لأعلى المقذوفات لأسفل، كل قوانين الحركة اللي اخترعها نيوتن توافقت وترافقت مع قوانين التفاضل. هلا الناس اللي أجت بعد نيوتن وخاصة في أول القرن العشرين فكروا أفكار متقدمة. واحد من هذول العالم، نتخيل القصة، نتخيلها، قاعد في الجامعة بدرس طلابه، أي العلوم كانت تدرس في الجامعة، فقال لهم شو رأيكم نلعب لعبة اسمها عكس عكاس؟ قالوا له شو هاي اللعبة؟ قالوا تعالوا، مش بتعرفوا تشتقوا؟ قالوا بنعرف نشتق. قالوا يعني مثلا عندنا F X، X تربيع، هيك بنرمز الاقتران، لما بنشتقه بنقول F برايم، أليس كذلك؟ قالوا له بلى. كانوا بتصير 2x معروف، يعني بس إذا الاقتران في الاكس نقول في برايم، إذا الاقتران واي بنقول دي واي على دي اكس. كانوا له صح، وتقرأ باللغة العربية مشتقة واي بالنسبة لإكس أو دي واي على دي اكس، هي مصطلح المشتقة. لما بيكون اكس تكعيب المشتقة 3x تربيع. بقول لهم هذا الدكتور، وللمشتقة تعبير آخر، الدي للإقتران اللي بدنا إياه، يعني هاي مشتقة الساين بالنسبة لإكس. يعني التعبيرات تبعت المشتقات اللي أخذناها بالفصل الأول، إف برايم دي واي عدي إكس، ممكن دي واي عدي تي، الساين كوساين إكس بس. وطبعا أنتوا عالمين الآن بقوانين التفاضل 25. هذول القوانين تبعون التفاضل ميزتهم انهم مبنيين على بعض، يعني ما في انسان عاقل بيقول والله انا جاي ابلش بقانون المركب، بزبطش معه، لازم يكون يعرف التربيع والتكعيب والجمع والطرح والضرب والقسم، القواعد الاساسيه لازم يكون بعرفهم، شروع المركب، شروع التركيب. وانا اكون التركيب يا شيخ، بدك تعرف الأساسيات، وبدك تعرف المثلثيات، وبدك تعرف الأسس واللوغاريتمات، وبدك عشان تروح على التركيب البعد. وبالتالي كيف بنينا أنا وياك بالفصل الأول قواعد الاشتقاق، قواعد أساسية سبعة، ركبنا عليهم القواعد التركيبية، ركبنا عليهم المثلثية والأسس واللوغاريتمات، وأجى في قمة الهرم وتربع عليهم فوق ضمني، ما كانش بالإمكان أبدأ بالضمني ولا بالقانون الخامس مثلا. فهي مبنية على بعض التكامل. لا، هذا الشخص كانوا هيك هيك المشتقات، ويلا ابنوا عليهم. بس أنا جاي عبالي أسألك سؤال، جانا هو أنا بتقمص دوره، يروا أسأل قالوا مين فيكو بتنبأ مين الاقتران الأصلي للاقتران 2x الأصلي، يعني منين أجا؟ قالوا له إكس تربيع. أنت أنا عارف سمعتكم أنتم بتحكوا إكس تربيع،
هيك واحد بارد يجي في الزاوية فوق في الصف تبعهم قاعد، قال لهم لا اكستربيع زائد خمسة، وجهه بارد جد بالصح. نط واحد تاني قال لهم لا اكستربيع ناقص واحد. إذن احنا اتفقنا على انه التنين اكس مصدرها في الاشتقاق من وين اجت؟ اجت من اكس تربيع، ولكن زائد خمسة ناقص واحد ليش تتهاوشوا؟ زائد ثابت عام. ثابت عام، كلمة ثابت عام بالانجليزي كونستانت تبدأ بحرف السي، فقال لهم بتقولوا اجت من اكس تربيع زائد سي. قالوا حلو، قالوا شو انتبهتوا شو اسمه هذا؟ قالوا مبين الاصلي. بتعرفوا لو كنت دفعت 2004 ما كنا نسميه الاصلي، كنا نسميه الاقتران البدائي. على فكره اسم بايخ، كلمه بدائي انت لما بتحكيها واحد يعني متخلف يعني رجعي يعني، بس كنا هيك نسميه. يعني اللي له اخ او اخت فيكم وبقول له شو كنتوا تسموه؟ بقول لك البدائي. كتاب الأول ثانوي سميناه معكوس المشتقة. يعني الاقتران الأصلي هو نفسه سابقا الاقتران البدائي. يعني واحد من أسمائه وجد لي الاقتران البدائي، يعني منين بدينا؟ من أصل التنين إكس. وكنا أيضا نسمي وما زلنا معكوس المشتقة. طيب والله اجتمعوا هل تبعون الرياضيات في العالم، عملوا بورد، راحوا على الأمم المتحدة اجتمعوا، رأموا كل بلد تسميه اسم، تعالوا نتفق شو؟ قال تعالوا نسميه التكامل. الاقتران الأصلي هذا اللي طلع اسمه التكامل. هذا الإكس تربيع زائد سي اللي طلعت اسمها التكامل. قال له طيب يا أستاذ شو مرموز له؟ تي 2 إكس. ليش تي يعني تكامل؟ انتجريشن تكامل يعني آي. قال لا، كلمة تكامل هي مصطلح كبير، لكن لما رجعوا لتعريف التكامل كان تعريفه المجاميع اللانهائية infinite summation. summation summation تبدأ بحرف إس. قالوا شو رأيكم نحط إس؟ بس لما حطينا الاس هيك دخلت اس في 2 اكس خربطت الدنيا. قالوا شو رايكم نطولها؟ هاي بنقراها تكامل 2 اكس بالنسبه لاكس، او تكامل 2 اكس دي اكس، اكس تربيع زائد سي. هاي الاشاره اذا تقرا تكامل 2 اكس دي اكس، يعني من وين اجت 2 اكس؟ هيك معناها اجت من اكس تربيع زائد سي. تخيلوا هلا فات واحد علينا على الخط ما سمعش اللي حكيته، شافني كاتب هاي وقاعد جنبه واحد من كويك نكشوا موضوع التكامل. شايف مكتوب تكامل بس انا مش فاهم. قال اذا مش شغله بسيطه هذا اللي طلع معك، اذا مش مقتنع انت ومش مصدق اشتقوا. يلا اشتقوا يا محمود نينكس خلاص. إذن هذا التكامل أو ناتج التكامل اللي بيطلع معانا هو منظر إذا اشتقناه برجع لنا 2 إكس. يعني أستفزكم شوي، لما بدي 2 إكس يعني من وين أجت 2 إكس؟ هيك معناها من وين أجت 2 إكس؟ من إكس تربيع زائد سي. كلام جميل، أنا مش مقتنع. مش تقول لي بلاش اشتق، تقول اشتق 2 إكس. شكرا. إذا شو بتتوقعوا الثلاثة إكس تربيع من وين أجت؟ يلا من وين أجت؟ من إكس تكعيب. واللي مش مصدق يشتق، ثلاثة إكس تربيع. والله خلص اقتنعنا. إذا شو بتتوقعوا تكامل السبعة؟ سبعة إكس، ودائما زائد سي الثابت العام. واللي مش مصدق يشتق، سبعة مظبوط. وشو تكامل الساين؟ كوساين. واللي مش مصدق يشتق، اشتقوا الكوساين سالب ساين ما صبطتش. اذا دائما انا بقدر اتحقق. ايوه فقالوا يلا رجعها حط لها السالب، مهم انه اعترضوا عليها يعني صحيح
تمام، انتوا شفتوني كيف بعت مغششين انتوا. اذا يلا شو ما بدك قال بزبط معنا. اذا شو بتتوقعوا تكامل الكوساين؟ يلا سمعوني، ساين انا مش مصدق اشتق ساين كوساين. اوكي اذا شو بتتوقعوا تكامل التان؟ يلا محمد شو تكامل التان؟ سيكن تربيع. ابدع محمد ما شاء الله. طبعا انا راح اقول له مش مصدق، شو بدنا نعمل؟ انت لو شايف الوجوه الحمراء اللي بتطلع لك علي النعم اشي من الاخر. اشتق السيكن تربيع ما بتطلع تان، معناها ما زبطتش، معناها هارد لك، هذه غلط يعني. ها صرتوا تلقطوا طرف الخيط تان تان. كل واحد انا فيكم بصير بده يالف، واحد يقول لك والله انا والله ما بعرف منين التان اجت. طيب بالمره بالمره كان عندكم 7 اكس قوه 5 ناقص 3 اكس قوه سالب 2 زائد 8 اكس قوه 2 على 3 ناقص 5 دي اكس. يلا استنتجوا لي من وين اجت. خلص هي الجواب. اللي عم بضحكوا المبتسمين هاي البداية اللي بدينا فيها بسموها مبادئ التكامل. هذول اللي انتوا حضرتوهم الآن المبدأ، انه انا اللي بيطلع معي من التكامل، بس انا لما باجي بدي اكامل عيب اقعد افكر بالطريقة البدائية المتخلفة هاي، انه من وين اجت شو بعرف من وين اجت هاي، طبعا حكي فاضي يعني. هاي حتى نقدر نكاملها بدنا قوانين للتكامل، مش بدنا مبدأ. هذا المبدأ انه والله اجت هاي من هون، اجت هاي من هون، اجت هاي من هون، اما والله كيف نكامل؟ ليكون هو بده يجيب لنا اكس تربيع واكس تكعيب بالامتحان، بلاوي بده يجيب لنا. طيب نقعد كل بلاوي نتذكر من وين اجت؟ ولا قالوا لهم في قوانين للتكامل، وهاي القوانين 14 قانون بنزلوا طقم واحد. 14 قانون بنزلوا طقم واحد. كيف؟ ثلاث قوانين جبرية وخمس قوانين أسس لوغاريتمات وست قوانين مثلثية حتى تلكوا إياهم كوثيقة، مع أنه الدوسية بين إيديكم الآن موجودة. بهذا البورد اللي ما رح نتطلع عليه في الحصة، ملناش علاقة فيه. هاي الجبريات، هاي الأسس واللوغاريتمات، وهاي هذولا ستة، وهذا البورد عبارة عن وثيقة في ملفات الدورة. اطلع